اخر لف اخر. انت هتموتي بدك فخ هتموتي. لا لا لا، عدت شويه اسئله الغام حل على احنا فكره. اذا ما قلت شو ما رح تساليني هون هونيك. انا بعرف بنسخن. انا بعرف. ده سؤال عادي عادي. ده سؤال طيب كده. كان ايه احساسك اول ما عرفتي خبر وفاه المطرب الراحل جورج الراسي الله يرحمه؟ يعني كانت صدمه لنا كلنا، لانه جورج انا ما بعرفه لجورج، بس دائما كنت احس هالشاب انه بحاله بعالمه، تهاجم كثير وتحارب كثير من الصحافه اللبنانيه من قبل، من 10 سنين و12 سنه. ما بعرف كيف عدى هالمرحله بوقتها، كان بعده يعني شاب وصغير. على طول بشوش، على طول وجهه عم بيضحك، على طول بوزيتيف. حياتنا ما سمعنا عنه كلمه غلط. هلا بيقولوا بس مات عم بيحكوا عنه هيك، لا انا عم بقول لكم ولا مره سمعنا عنه اشاعه او عامل مشاكل. شاب طيب عايش، حرام كان ليعيش ابنه بحاله بعالمه. كثير بتزعلي، وبتزعلي انه هو ضحيه استهتار بلد. احنا شبابنا عم بتموت كل يوم بلبنان على الطرقات، كل يوم، عدا الشباب اللي راحت بالحرب والشباب اللي ضحت بنفسها. فهذا موضوع بيوجع، انه قد في شباب عم تروح ديان. جورج الراسي وجعنا كلنا. الله يرحمه. جورج الراسي ما كان بيمثل الفنان اللبناني بهيدا بطريقه الموت اللي راح فيها، كان بيمثل اي شاب لبناني نظيف من خيره الشباب يروح ضحيه ببلد مستهتر هيك. الله يرحمه. عزيتي نادين؟ اكيد. ما قدرت انا بعدني بمصر، بس حنزل عندها اعمل لها زياره اكيد شخصيه، لانه هي صديقه وتعاملنا سوا بمسرحيه زانوبيا، كانت تجربه كثير حلوه. بس بدي بس انزل على لبنان شوفها بعد اكثر. تفتكري لبنان هتخرج من اللي هي فيه امتى؟ لا مش هتخرج خالص. لا انا ماني شايفه ابدا نور. ماني قصه ان شاء الله فيكم في امل. لا انا ماني قصه متشائمه، انا لاني متابعه قصه تاريخ الحرب اللبنانيه حتى لو كنت صغيره لما بديت، بس بقرا وبتثقف وبشوف التصريحات. لما بنوصل لمرحله انه نحن من نفس الاديان عم نتخانق بين بعضنا، توصل انه بنفس الدين فئات وفئات يتخانقوا مع بعض، ما في امل. ما في امل. بلد فيه 18 طائفه، والطوائف هي اللي عم تحكم عنا، مش ال مشان هيك يا ريت كان، انا بتمنى يكون في ازمه اقتصاديه كبيره جدا. صح، كنت بتمنى يكون في مجتمع مدني نفصل فيه، وعلمني نفصل فيه الدين عن السياسه. الدين عن السياسه ببلد مثل لبنان بهيدي الفكره نحن محتاجينها بالضبط. اكثر بلد محتاج لتطبيق العلمني هو لبنان، ما في حل الا بالعلمني، بس ما بدهم، ما بدهم. هشموه اكلوه بنيابهم اهله. ما بنقول حق على غيرنا، نحن الاهل البلد هن اللي اكلوا. والحل عند مين يا كارول؟ الحل كمان عند الشعب اللبناني، لما يعرف ينتخب، لما يعرف يختار، هذا هو الحل. والاعلام اللبناني السياسي اللي انا بعتبره مهزله. الاعلام السياسي اللبناني مسرح، مسرحيه قليله، تفتحي تسمعي اخبار لبنانيه فيها الحقيقه قليل كثير.